طبعا يا مريم، انت اكيد ملاحظه ان انا مش عايزه اتدخل في حياتك ولا عايزه اتدخل في خصوصياتك ومش عايزه اغصبك على اي حاجه. بس يعني انت مش حاسه ان انت متغيره شويه؟ ومش معايا انا بس، مع ماما وبابا وحتى زينه بنتك. مش كنت في الاول بتقولوا اني ضعيفه ومضحوك عليا وباجي على نفسي؟ ادينا اهو سمعت كلامكم وما بقتش زي الاول. يعني هو يا كده يا كده، مفيش وسط ابدا. هو انتوا هتفضلوا لغايه امتى تعدلوا عليا بالطريقه دي؟ يعني مش فاهمه في ايه يا مريم. انا بتكلم معاكي عشان اللي بتعمليه ده انا ما بقتش اسمع غيره. اتغيرتي يا مريم، ما بقيتيش زي الاول. ليه يا مريم؟ هو انتوا عايزيني زي الاول ولا الاول ده كان غلط؟ ما ترسوني على بر بدل ما تجننوني. مريم هدي اعصابك، احنا بنتناقش عادي، ما حصلش حاجه لكل ده. انا اسفه يا ملك، انا اعصابي تعبانه ومش عارفه في ايه. مالي؟ حصل خير يا مريم، ان شاء الله اللي جاي خير.